السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنباء عن وفاة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد حملة الاعتقالات التي شملت بعض أفراد العائلة الملكية. كما كشفت صحيفة وول ستريت أن السلطات اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق وشقيقه نواف بن نايف بتهمة الخيانة. وغرد المسؤول الإماراتي حمد الزروعي على تويتر بجملة كش ملك ليهاجم من قبل النشطاء، والتي جاء أبرزها كالتالي: اللهم إنا نستودعك الشعب السعودي من كل شر، اللهم انصره على أعدائه. أهلا بكم في كرة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن حقيقة وفاة الملك سلمان والاعتقالات الجارية حتى الآن في المملكة العربية السعودية. وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو ده 9000 لايك. معقول مش هنلاقي 9000 شخص بيحبوا الملك سلمان؟ لو بتحب الملك سلمان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن سلطات المملكة العربية السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن محمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق وشقيقه نواف بن نايف بتهمة الخيانة في محاولة تهدف لتعزيز سلطة ولي العهد محمد بن سلمان وطرد جميع المنافسين الذين كانوا في السابق في الطريق للعرش. وأكدت أن الاعتقالات في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث وصل حراس من البلاط الملكي ليرتدون أقنعة وملابس سوداء إلى منازل الرجلين، وأخذوهم إلى الحجز وفتشوا منازلهم. ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود شقيق العاهل السعودي سلمان، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ابن شقيق الملك المعروف باسم MBN اتهموا بالخيانة العظمى. تفتكروا ايه سبب اللي بيحصل ده كله؟ اكتبوا لنا في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي.